أمضى 8 سنوات من عمره في السجن. آسف علي زرداري 255. أول فائز بمنصب رئيس الجمهورية في باكستان مرتين، برز اسمه بفضل زوجته. بسم الله الرحمن الرحيم. من هو آصف علي زرداري رئيس باكستان القديم الجديد؟ آصف علي زرداري هو زوج رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بنظير بوتو، وبدأ ظهوره السياسي بعد أن تزوجها عام 1987. ولد زرداري في كراتشي عام 1955، وهو ينتمي للطائفة الشيعية، ووالده حكيم علي زرداري رئيس إحدى القبائل السندية. تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة كراتشي النحوية، وتخرج في كلية كادت في بيتارو عام 1972. عمل زرداري في حكومة زوجته وزيرا للاستثمار والبيئة، واتهمه معارضون بالفساد وتلقي الرشوة، وأطلقوا عليه السيد 10%. ورغم نفيه الاتهامات، تم اعتقاله وسجنه 8 سنوات من عام 1996 حتى 2004. ورغم وجوده في السجن، فإنه خدم اسميا في البرلمان بعد انتخابه لعضوية الجمعية الوطنية عام 1990 ومجلس الشيوخ عام 1997. في 2007 اغتيلت زوجته في باكستان على يد متشددين ليسيطر زرداري على حزب الشعب الباكستاني. وبعدها بعام، ومع وجود تعاطف كبير، أصبح رئيس البلاد خلال الفترة من 2008 إلى 2013. غادر باكستان في منتصف 2015، وعاش 18 شهراً في منفأ اختياري خارج البلاد بعد توتر العلاقات مع الجيش، ثم عاد للبلاد مرة أخرى في نهاية 2016. نجح زرداري خلال فترة رئاسته الأولى في إقرار التعديل 18 للدستور عام 2010، ما قلص دستورياً من صلاحياته الرئاسية، إلا أن محاولته فشلت لمنع إعادة قضاة المحكمة العليا إلى مناصبهم في مواجهات المظاهرات الحاشدة التي قادها منافسه السياسي نواز شريف. التقديرات تشير إلى أن ثروة زرداري تقدر ب1,800,000,000 دولار. وفي الانتخابات الأخيرة هذا العام، حصل حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري ونجله بلوال بوتو على 53 مقعدا في البرلمان.